أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية عن تزكيتها لرئاسة فريق العمل القانوني لاتحاد هيئات أسواق المال العربية ممثلة بقطاع الشؤون القانونية. وتأتي هذه التزكية وفق مقترح الأمين العام والتصويت بالإجماع من الأعضاء، وذلك خلفا لهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا ويهدف الاتحاد إلى الارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لأسواق الأوراق المالية العربية، بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية، فضلا عن تذليل الصعوبات التي تعترض الاستثمار في أسواق الأوراق المالية العربية.